في عادات تانية كتير بنمارسها في نطاقات أخرى، وعشان كده هنتكلم النهاردة عن العادات السيئة اللي ممكن نرتكبها بدون قصد. وعشان تعرفوا إيه هي العادات دي تابعونا في حلقة النهاردة من الأهلي داي. اهلا بيكم. النهارده هنتكلم في حاجه مهمه جدا برضو، اللي هي العادات السيئه اللي انا بعملها بتؤدي بعد كده الى اصابات. زي ايه اصابات؟ اللي هي اصابات الركبه، اصابات الظهر، اصابات الكتف، عامه انحراف القوام اللي بيحصل في الجسم نتيجه ان انا بستعمل عاده سيئه يوميا وانا مش واخد بالي ان هي دي السبب في اللي بيجيب لي الام بعد كده في مفصل، او تجيب لي مشكله في ظهري، او تجيب لي مشكله في رجلي. طيب هنبتديها باول حاجه اللي هو وانا في البيت. احنا نبتدي دايما يومنا ان انا اول ما بصحى من النوم، اثناء النوم بقى النومه بتاعتي مهمه جدا، يعني على حسب شكل جسمي وعلى حسب مساحه جسمي يبتدي النومه بتاعتي نحطها. اهم حاجه وانا نايم ان انا احافظ على مسار العمود الفقري ذات نفسه، ان هو ياخد الوضع الطبيعي بتاعه، يا اما بنام على جنبي، يا اما بنام على ظهري، يا اما بنام على وشي. ايا كان هي ايه النومه، لازم اعرف المدى الطبيعي للمفاصل بتاعتي. يعني ما ينفعش اكون بنام على كتفي وكتفي نايم، يبقى متني تحتيه، يبقى ده بيتحمل على مفصل الكتف، بخليه يعمل حاجه اسمها راوند شولدر، او دخول الكتف او انحدار الكتف للامام. او ان انا بنام على ظهري فبعمل كيرف اللي موجود في اخر اسفل الظهر، فبضغط على الفقرات القطنيه، فده بيعمل مشكله عندي في العمود الفقري وممكن يؤدي لالام فقره قطنيه او ديسك. طيب لو انا بنام على جنبي اوكي، بس العمود الفقري بتاعي بياخد لوحه، فبيعمل تاثير في بعض العضلات، زائد الفقرات بيحصل لها ضغط، فبيجي لي الام في ظهري. كل دي عادات سيئه، لازم اولا من اول ما انا داخل انام اعرف الوضع الطبيعي للنوم بتاعي اللي ما ياثرش على اي مفصل في جسمي، كركبه او كظهر او كعمود فقري او ككتف. تاخد الوضع الطبيعي للجسم. طب هعرفه ازاي؟ هعرف عن طريق مساحه جسمي، ان انا اخد بالي في النومه بتاعتي ان انا ما اكونش كده بضغط على مفصل او بضغط على العمود الفقري. لو انا هنام على ظهري يبقى لازم احط مخده تحت رجلي عشان احافظ على الكيرف بتاع الظهر وهو يكون مستقيم على السرير. طيب لو هنام على جنبي دايما احافظ ان انا يكون الكتف اللي انا نايم عليه ما يكونش متحمل عليه وزن جسمي، يا اما فرده يا اما حاضر مخده تحتيه. وفي نفس الوقت على حسب مساحة الحوض بتاعتي بحط يا اما مخدة بين ركبي الاثنين علشان احافظ ان ركبي ما تبقاش لازقة في بعض، فبيخلي الحوض بتاعي بيتأثر معايا، وبحط مخدة عشان ابعد الركبتين عن بعض عشان احافظ على ان شكل جسمي يكون هو ده الصح، او هو ده اللي انا مخلوق بيه، ما يؤديش الى انحراف القوام على الطبيعي بتاعي. فده بيؤدي الى اصابة او مشكلة او الام تظهر لي في ظهري او في ركبتي او في كتفي. بعد خلاص انا صحيت هروح شغلي، اول حاجه بتحصل العادات السيئه جدا عندنا شيل الشنطه، يا اما انا بشيل شنطه لابتوب، يا اما بشيل شنطه مدرسه كطفل، او بشيل شنطه تمرين، ايا كان بقى نوع الشنطه اللي بشيلها لو بكتفين. لو الشنطه تقيله جدا بنتجه الى ان احنا ندي كتفنا الاثنين لقدام عشان نقاوم وزن الشنطه، وده اللي بيخلي يحصل عندنا راوند شولدر او دخول الكتف لقدام. طب ايه اللي بيحصل في المفصل كده؟ المفصل بيتجه ان هو يضغط على وتر كعظم جوه المفصل، بيضغط على الوتر اللي جوه المفصل، فبيؤدي الى شعور في امام الكتف او خلف الكتف. ده الوتر اللي مسؤول عن الكتف او طار اللي جوه الكتف، نتيجه ان العظمه اللي جوه الكتف انحدرت عن مكانها الطبيعي عشان انا اديتها حته انحراف قوام، ان انا بدخل الكتف لقدام. ده بيؤدي لتقصير في عضلات الصدر، زائد تطويل في عضلات الكتف الخلفي وعضلات الظهر، ودي بتعمل مشكله في المستقبل ان انا يحصل لي ان كتفي ينزل لقدام. الناس الطويله في الطوال جدا عندهم عاده سيئه ان هو دايما موطي، فدي بتعمل له مشكله اكبر ان هو بيجي له اللي هو تقعر الظهر، فبيحصل له اللي هو الاتب اللي احنا بنسميه الاتب. ده مع الوقت بيجي له ديسك في الفقرات العلقيه، زائد ان هو بيجي له مشكله في ظهره. دي من ضمن المشاكل احنا بنقابلها، زائد ان انا بشيل شنطه اللابتوب او الانسه اللي بتشيل شنطتها، فدايما بتشيلها بكتفها اليمين مثلا او كتفها الشمال، مما بيؤدي لحاجه اسمها سكليوسس عندنا، او اللي هو جنب وجنب، بيطلع كتف وكتف. مع الوقت بيجيب لها مشكله في العمود الفقري ذات نفسه، لان شكل العمود الفقري بيتغير،
نتيجه ان انا حرقت مركز ثقل الجسم. ان مركز الثقل بتاعنا بتاع الجسم بيبقى في نص الجسم. لما بيحصل اي انحراف قوام عن الطبيعي مركز الثقل بيتحرك من مكانه، فبالتالي الجسم بيحاول يوازن مركز الثقل ده فبياخد وضع مختلف خالص. زي لو انا بعمل كيفوسيس ظفر جسمي بيروح لقدام، فاوتوماتيك بضطر اطلع بوستي لقدام عشان اعمل توازن في جسمي، فده بيؤدي لاصابات تانيه مختلفه في الجسم عشان عمل انحراف قوي. خدنا شنطه ونزلنا الشغل، سواقه العربيه، في ناس كتير قوي بتسوق العربيه بايد واحده وترمي كتفها لقدام او ايديها الاثنين، فده خطا جدا. المفروض ان اسوق العربيه وظهري مفرود، اخد الوضع جوه العربيه، الوضع المريح لجسمي، مش الوضع المريح ليا شخصيا، لا لجسمي، لان جسمي ده هو اللي بيأثر فيا بعد كده. ما ينفعش عشان انا مبسوط بان انا قاعد في العربيه ومدي ايديا الاثنين قدام فانا كده بادي الى مشكله في الكتاف. الاخطر منها ان انا ابقى عندي مسند في العربيه فانا ساند عليه، فدايما ببقى عامل لود على مفصل الكتف، مع الوقت بيأثر على الاربطه اللي جوه الكتف. القعده اللي جوه العربيه ممكن تأثر على الظهر، لان نتيجه ان انا طول القعده حاني ظهري جوه العربيه، فانا المفروض ان انا بقعد ظهري مفرود وما يكونش 90 درجه، يكون بزاويه 45 درجه علشان ادي مساحه ان العمود الفقري ما يبقاش عليه الوزن طول الطريق لو انا بسوق لمده ساعات طويله. طيب ايه العادات السيئه الثانيه بعد كده؟ اللي هو اليوميا بقى انا بعمل ايه؟ بقف على رجل ورجل، يعني بقى واقف ساني الجسم كله على رجل وسايب رجل تانيه، فده بيؤدي برضو الى ضعف عضلات في الرجل اللي انا مش واقف عليها، وزائد ان انا باثر على العضلات اللي هي موجوده في الرجل التانيه، فبيؤدي برضو الى انحراف قوام في الجسم. اي حاجه خارجه عن الوقفه الطبيعيه، المفروض عشان اقف لازم اقف رجلي الاثنين باتساع كتفي، يعني يكون كعب رجلي تحت كتفي، دي الوقفه الصح للجسم. زائد ان انا ما اقفش فارد ركبتي على الاخر. ليه بفرد لما افرد ركبتي على الاخر؟ لما افرد ركبتي على الاخر بعمل حاجه اسمها لوك للمفصل او عامل امان للمفصل. لما بفرد على الاخر بيحصل مشكله في المفصل، ان هو بيبقى وزن الجسم كله على الركبه، زائد ان انا بحمل على الفقرات القطنيه اللي هي اخر فقرات في الظهر. نيجي بعد كده والحاجات السيئه اللي هي قعده المكتب. انا بقعد على المكتب باخد البوزيشن المريح ليا كشخص لكن مش المريح لجسمي. لازم احافظ ان انا دايما ابقى قاعد على المكتب جسمي ظهري مسنود مفرود، ما بقاش قاعد حاطط رجليا تحت الكرسي عشان ما ادورش ركبتي، ما احطش رجليا مفروده على كرسي قدامي او فاردها على الاخر عشان ما اعملش لود على الركبه ذات نفسها. دي برده من العادات السيئه بتاعت المكتب. قعده المكتب ان انا ما اقعدش دايما تاني ظهري او انا حاطط كتفي قدامي، دي بتعمل مشكله في الكتف، مشكله في الظهر. ما اقعدش قدام الكمبيوتر مده طويله وانا نازل رقبتي لقدام، فتعمل مشكله في الفقرات العنقيه او في عضلات رقبتي. القعده كتير على التليفون، ودي المشكله الكبيره اللي احنا بنقابلها، ان كل الناس تمسك الموبايل بتاعها وحاطه رقبتها لتحت، تعمل لها مشكله في عضلات الرقبه، زائد ان هي بتعمل مشكله اكبر في الفقرات العنقيه، ممكن تجيب ديسك فيها. طيب ايه تاني ممكن نقابله في يومنا؟ ان هو اقعد على اللابتوب وانا حاطط مثلا في البيت، اقعد على اللابتوب بتاعي وحاطط اللابتوب على رجليا، فحضرتك كده وزن اللابتوب وزن رجليك موجود على نفس الركبه، طول ما انا فارد رجلي قدامي وحط اي حاجه قدامي على رجليا، او حتى لو قاعد من غير ما احط حاجه على رجلي، فوزن رجلي بيبقى على المفصل. لازم ركبتي تبقى تحتيها مخده عشان تبقى متنيه، عشان اطلع المفصل بره المقاومه او بره الجاذبيه او بره التاثير اللي بيحصل عليها. ايه تاني ممكن نقابله في اليوم؟ زي المشي الغلط، ان انا امشي وفاتح رجليا. لا، دايما احاول اخد الوضع الطبيعي بتاع جسمي، ان هو مشط رجليا يكون باصص قدام، ما امشيش وانا فاتح رجليا لبره او رجل ورجل، وده بينتج عن عادات سيئه من زمان فانا احاول اصلحها من دلوقتي. العادات السيئه مثلا ان انا ممكن اكون بتحرك واخد اكشن مره واحده الف جسمي، مع لو الدنيا ساقعه او انا جسمي مش سخن او في شويه هواء وانا جسمي مش جاهز، هيجيلي مزق في عضله وممكن يجيلي مزق في نفسي لو العضله مش جاهزه. فيفضل ان انا ما اخدش اي اكشن فيه او اي حركه مفاجاه لجسمي، يعني ما ينفعش اكون سايق والف رقبتي مره واحده، اوتوماتيك الاقي رقبتي وجعتني. ما ينفعش اكون واقف بتكلم مع حد والف جسمي كله مره واحده. خطر جدا، لان يعني ممكن يؤدي الى ديسك في عمود فقري. لما اجي انزل اوطي او اجيب حاجه مع الارض لازم انزل في وضع السكوات، اللي هو وضع الكرفصاء زي ما بنسميه بالعربي.
ليه؟ لان انا لما باجي اطلع بطلع بالعضلات، ما اطلعش بمفاصل. ما ينفعش اوطي واعمل الحناء بظهري واشيل حاجه من على الارض ويكون وزنها تقيل، لازم اخد وضع اشيل الحاجه. ما استسهلش بان انا بشيل حاجه او بزق حاجه واقول ان انا جاهز لجسمي كده، لا، اخد البوزيشن الصح بتاع الحاجه دي. ما يبقاش حاجه سهله انا هو هوطي وهشيلها بظهري بيوجعني بعد كده هشتكي، لان هي دي عاده سيئه. العادات السيئه الثانيه اللي هي مثلا زي انا قاعد لمده طويله ماسك التليفون وحاطه على ودني، مشكله كبيره جدا، لان انا بعمل انقباض لعضلات لمده طويله، زائد انا بحط المفصل في وضع خطا لمده طويله مش متعود عليه. فما ينفعش ان انا اقعد مده طويله رافع السماعه على ودني او حاطط السماعه على كتفي وموطي رقبتي الناحيه الثانيه، اوتوماتيك انا كده بعمل انقباض لعضله واطاله لعضله ثانيه، فبيحصل لي انحراف قائم جوه العمود الفقري. بعد وقت من ان انا بعمل مكالمه وسرحان في المكالمه اوتوماتيك يحصل مزق في العضله دي او مشكله في المفصل اللي حواليها. دي كلها العادات السيئه اللي ممكن نقابلها على مدار اليوم. يا رب نمتنع عنها، لان مشكلتها هتبقى كبيره جدا ان هي تعمل انحراف قوام للجسم، وناتج عن انحراف القوام ان هو بيأثر على عضلات، ان في عضلات بتقصر وعضلات بتطول. ده بينتج عنها ان المشاكل اللي احنا بنقابلها كضعف في العضلات، كتيبس في المفاصل، كمشاكل بعد كده ان هيحصل لي ظهور في الالام ناتج عن انحراف القوام في الجسم، اللي هو زي كتفي بيوجعني، ظهري بيوجعني، ركبتي بتوجعني، ده ناتج عن العادات السيئه. ليه؟ لان في عضلات ما فيش توازن في بينها وبين العضله المقابله ليها في الطول وفي القوه، لان انا بحمل على حاجه وسايب حاجه، فدي مشكله هتقابلنا. فيا رب نبعد عن العادات السيئه عشان نبعد عن اي اصابات او اي مشاكل او اي الام في جسمنا. العادات السيئة الموجودة في حياتنا اليومية لجميع الحاجات حتى الأعمال بتاعتنا، هتبص تلاقي واحد مثلا كتف عالي وكتف واطي نتيجة لأنه هو مش مظبوط في عمله، مثلا واحد تاني الراجل اللي بيضرب كمانجا هو ده راجل فنان، ولما يجي يضرب تبص تلاقيه بعد كده يحصل له تشوه في جسمه، عشان كده لازم تعمل له تمرينات تعويضية عشان نعوض بيها الجزء اللي هو مركز عليه. فلا بد من اننا ناخد بالنا من حياتنا في المشية بتاعتنا الصحيحة زي المشية العسكرية بالظبط. لازم نمشي كويس، لان برضو عشان اشغل عضلة الكلب ماسلز اللي هي عضلة سمانة الرجل، لان دي بتعتبر القلب الثاني لجسم الانسان، ودي بتشتغل كمضخة بتضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم. أنا بس أنا بعملها غلط، إذا أشيل الشنطة كل يوم للمدرسة، أحط اللابتوب كتير على رجلي، أقعد على التليفون كتير. العادات السيئة اللي إحنا بنستخدمها الموبايل، بنقعد على الموبايل فترة طويلة، القعدة على المكتب أكتر من حوالي 8 ساعات، ناس برضه شغلها لما بتقعد في المكتب أكتر من 8 ساعات بتحس بوجع في فقرات الظهر وبتاع. برضو قاعدة من عادات الكمبيوتر اللي برضو يعني غير الموبايل، مثلا ممكن لما تقعد على اللاب او تقعد على الكمبيوتر برضو فترة طويلة، دي تعتبر عادة من العادات السيئة. وفي عادات كتير ان دلوقتي ان اي حد بقى بيخش جيم هو من فكرته ان هو يخش جيم ان هو لازم يشيل وزن تقيل حتى لو هو مش قادر عليه، عشان فكرة ان هو يبقى متحسن، وده بيخليك ان هو يتصاب وبيسهل الاصابة جدا، لدرجة ان انت عشان تزود وزن مرة تقعد اسبوعين في البيت. وغير حاجات كده كتير، في اللي مثلا بينزل الجيم هو معتقد ان هو ممكن ما ياكلش قبل ما يخش الجيم، وبيجي له هبوط وبيجي له حاجات جوه الجيم ما بيخليهوش قادر يتمرن، بيفكر ان ده طبيعي. الحاجات السيئه اللي الواحد ممكن يعملها في حياته مثلا ان انت ما تنامش كويس، دي بتاثر على الواحد، ان انت مثلا تكون قاعد مثلا على المكتب قاعده غلط، مثلا قاعد على لابتوب لفتره كتير مثلا، دي بتاثر على عينيك، بتاثر على ظهرك، السواقه مثلا وانت قاعد تاني ظهرك او حاجه، حاجات وهكذا. اولا القعدة على البلاي ستيشن كتير، والقعدة وانا بسوق، وماسك الموبايل كتير، عينيا بتتدمر بصراحة. القوام الجيد هو عبارة عن اتزان بين
عمل العضلات والجهاز المفصلي والجهاز العظمي للجسم، كل ده مع بعضه بيؤدي لحركة متناسقة سليمة للإنسان والجسم بشكل متناسق وبشكل طبيعي وبشكل كويس جدا. في عادات كتير بتؤدي لتشوه القوام. ايه هو القوام مبدئيا؟ القوام عموما هو عبارة عن تناسق أجهزة الجسم المختلفة من عضلات ومن جهاز عظمي ومن جهاز مفصلي في الجسم لأداء حركات سلسة ومريحة وطبيعية للجسم. طيب نتيجة بعض العادات السيئة بيؤدي إلى تشوه بعض أجزاء الجسم، بعض أجزاء الجسم في من الحركات ومن العادات اليومية اللي احنا بنأديها. كتير من الأعمال اليومية اللي احنا بنعملها أو طبيعة شغلنا بتؤدي برضو إلى تشوهات قوامية بتوصل بينا لشكل سيء في جسمنا، بيبقى ما عندناش ثقة في نفسينا، ثقة في حركاتنا، ثقة في تواجدنا في وسط الناس نتيجة التشوه اللي عندنا، نتيجة تغير في شكل الجسم، نتيجة ضعف بعض العضلات، نتيجة انحناءات معينة في جسمنا، كل ده هنتكلم عنه النهاردة. طيب ايه هو يعني ايه التشوه القومي ودرجاته ايه وازاي ان انا اقدر اتلاشى الكلام ده من الصغر او اهلي يتلاشوا الكلام ده من الصغر؟ التشوه القوامي هو عدم التناسق بين الأجهزة المختلفة للجسم من جهاز عضلي وجهاز العظمي لأداء حركات متزنة للجسم، مما بيؤدي بعدم التناسق دوت لتشوه شكل الجسم. زي مثلا حركات معينة زي سقوط الرأس مثلا للأمام، راوند شولدر أو دوران الكتف الأمام، أو تحدب زيادة للظهر أو حاجات كتيرة نتيجة العادات السيئة ونتيجة بعض الظروف الخارجة عن إرادتنا. إحنا هنتكلم عن العادات السيئة. في بعض العادات اللي بتؤدي مثلا لو اتكلمنا وجبنا مثلا سقوط الرأس للأمام، بعض المهن اللي بتتطلب القعدة لفترة طويلة والعمل بالإيد ممتدة للأمام زي الكتابة كتير، المذاكرة كتير، القعدة على الحاسب، الخياطة، الأعمال كتير جدا اللي بتتطلب دي من شأنها إن هي بتعمل بعض التشوهات القومية مع طول الفترة للكلام ده، من شأنها إن هي بتعمل سقوط للرأس، من شأنها إن هي بتعمل سقوط للكتفين، من شأنها إنها بتعمل دوران للكتف الأمام، حاجات كتيرة. النوم الغلط، إن أنا وضعية نومي على جنب مثلا على جنب، ده ممكن من شأنه إن هو يعمل انحناء في اتجاه عن اتجاه تاني. القعدة الغلط، إن أنا لما أقعد وانا بطريقه غلط زي ان انا طالع لقدام ومش ساند من ورا ومش فارد عمود الفقري، ده من شأن ان هو بيزود من تحدب العمود الفقري في المنطقه القطنيه، بيؤدي لتشوه قوامي وبيؤدي لبعض المشاكل في البطن من قدام والمعده وعلى الرجل وعلى المفاصل، وكتير من الناس بتشتكي من الام اسفل الظهر نتيجه العادات دي. طيب ايه هو التشوهات القوامية وايه هي مراحلها او ايه هي درجاتها؟ بتتكون التشوهات القوامية لثلاث مراحل او ثلاث انواع او ثلاث درجات. الدرجة الاولى بتبقى ابسطها، الدرجة اللي هي بتيجي نتيجة ضعف عضلات، ضعف عضلات عن عضلات المقابلة ليها في الجسم. يعني لو قلنا ضعف العضلات الأمامية للصدر أو ضعف جنب من جوانب
الرقبة ممكن يؤدي إلى سقوط الكتفين أو دوران الكتف الأمامي الراوند شولدر أو ضعف جزء من أجزاء الرقبة من الجنب أو يؤدي لسقوط الرقبة الجنب من الجنبين. ضعف العضلات الأمامية يؤدي لسقوط الرقبة لقدام. دي أول مرحلة، ودي المرحلة دي من شأنها أن هو ممكن المعالج الرياضي أو الأخصائي الرياضي أو أخصائي التأهيل من شأنه أن هو يديك تمرينات تأهيلية تعدل في الموضوع دوت، وبتبقى من المواضيع البسيطة. المرحلة الثانية بتبقى نتيجة إصابة مثلا، أو بتبقى نتيجة ضعف في العضلة أو في الهيكل العظمي، ضعف في الهيكل العظمي نفسه أو تغير في الهيكل العظمي نفسه، في الأربطة، في الغضاريف، في العظام، في الأربطة والغضاريف والعضلات. ده بيبقى النوع الثاني، برضو بيؤدي إلى تشوه وانحناء أو تغيير شكل الجسم عن شكله الطبيعي، وده برضو من شأنه إن هو أخصائي الرياضي إن هو يديك بعض التمارين اللي هي من شأنها إن هي تقدر تعمل تعديل للقوام وترجعه لوضعيته الصحيحة. النوع الثالث ده اللي بيبقى تغير في شكل العظام والغضاريف للمفاصل والمكونة للمفاصل والمكونة للهيكل العظمي نفسه، وده من شأن الطبيب وحده هو اللي بيقدر يقوم الموضوع ده ويرجع شكل الجسم عن طريق التدخل الجراحي. ودي المرحلة التالتة اللي هي الأصعب، وبعديها بيجي دور المعالج الرياضي أو الأخصائي الرياضي في إعطاء بعض التمارين علشان يرجع قوة العضلات والأربطة والمفصل لطبيعته، من اتزان ومن قوة ومن مرونة ومن عناصر لياقة بدنية ومن عناصر طبيعية ليها. طيب إيه العادات السيئة اللي ممكن بنقوم بيها دايما وإحنا مش واخدين بالنا وبتؤدي لذلك لبعض التشوهات أو إصاباتنا أو إلى ذلك؟ عادة الوقفة، كتير مننا بيبقى واقف وقفة مش مظبوطة أو وقفة مش متزنة، يقف على رجل ورجل، يعني يحمل وزنه على جزء عن جزء، من شأنه إن هو يضغط على أربطة وغضاريف لجزء ويعمل ارتخاء لعضلات الجزء الثاني. مع الوقت ومع الاستمرارية بيؤدي إلى تشوه القوام. النوم الغلط، إن أنا نام على مخدة مثلا أعلى عالية شوية أو عالية زيادة عن اللزوم، برضو ده بيؤدي إلى سقوط رقبة أو مشاكل في الرقبة. إن أنا أنام على مرتبة طرية زيادة عن اللزوم، برضو ده بيؤدي إلى مشاكل للظهر وتحببات الظهر الطبيعية. القعدة أثناء العمل أو أثناء الكتابة أو أثناء استخدام الحاسب، ده برضو من شأنه إن هو بيأثر على تحدب منطقة الظهرية للظهر، المنطقة الصدرية للظهر، بيزيد التحدب عن التحدب الطبيعي، بيؤدي إلى الانحناء للأمام. طبعا كل الانحناءات دي أو كل التشوهات دي بتؤدي لمشاكل وظيفية في الأجهزة الداخلية للجسم نتيجة تغيير الوضع الطبيعي للجسم والشكل جسمنا. القعدة الغلط، إن أنا أروح لقدام زيادة عن اللزوم يؤدي لضغط على العمود الفقري في المنطقة القطنية، بيؤدي إلى وجع وبيؤدي إلى آلام أسفل الظهر، ده من شأنه إن هو يؤدي لتآكل في غضاريف الظهر. عادات الغلط في لبس الأحذية، الحذاء لو ضيق زيادة عن اللزوم بيؤدي إلى التصاق الأصابع، مما يؤدي إلى تحدب الزيادة في القدم، يؤدي مشاكل في القدم وفي شكل القدم، ويؤدي الوقفة بقى ومشاكل متراكمة على بعض.
طيب الواسع زيادة عن اللزوم بيؤدي لاحتكاك كبير الجلد مع الشوز مثلا أو الحذاء، بيؤدي لالتهابات في كعب القدم وفي بطن القدم، برضو بيؤدي لمشاكل ويؤدي لإصابات. الكعب العالي، الكعب العالي عند السيدات كتير 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 بيؤدي لمشاكل وبيؤدي لتغيير وضع مركز ثقل الجسم، ما يؤدي الى ضغط على اجزاء معينه في الغضاريف في مركز ثقل الجسم في العمود الفقري، يؤدي لتاكل بعض الغضاريف، مشاكل قطنيه، مشاكل احنا كتيره في غنى عنها. فالعادات السيئه اللي احنا بنعملها من مشي غلط وجري غلط ووقفة غلط وقعدة غلط، دي من شأنها ان هي بتؤدي لتشوهات مع الاستمرارية، بتؤدي لتشوهات قومية، بتسوق من شكل جسمنا وبتخلي جسمنا شكله سيء عن الشكل الطبيعي. الشكل الطبيعي شكل مقبول، وانت بتبقى قابل نفسك بالشكل الطبيعي، ما بيبقاش فيه سقوط كتفين، ما بيبقاش فيه راوند شولدر، ما بيبقاش فيه تحدد زياده في الظهر، كل شيء من هذا القبيل. فالعادات العادات العادات عادات المشي، وش رجلي لقدام، الناس اللي بتمشي فاتحه رجليها او قافله رجليها، كل ده بيأثر على الرجل والركبه والمفاصل والحوض، صدري مرفوع لفوق، كتفي مفرود، قاعد عند اخر المقعد، ما اقعدش لقدام، ما زحلقش لقدام عشان القطنيه. وانا بادي اعمالي، لو انا عملي كتابي مثلا او على الحاسب او وقاعد لفترات طويله وايدي لقدام، يستحسن ان انا كل فتره اقوم وافك جسمي وابتدي اعرف بعض التمارين اللي بتساعد ان انا اعدل من قوامي، وان انا احافظ على شكل جسمي بالشكل المظبوط. ودي كانت اهم النقط اللي المفروض نتعامل بيها علشان نحسن، او علشان نحسن من عاداتنا اليوميه، وما يؤديش عاداتنا اليوميه لتشوهات قواميه ما نقدرش نعالجها بسهوله بعد كده. تكون نهاية حلقتنا النهاردة، نتمنى تكونوا استبدلتوا العادات السيئة بعادات صحية سليمة، وده أكيد هيحسن صحتكم وكمان شكل جسمكم. نشوفكم في حلقة جديدة من الأهلي دايت.